هاي، كيف كنت؟ أنا تكون بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الجوزاء، راح احاول احكي فيها الاحوال العاطفية لإلك وللشريك، كذلك راح اتحدث عن الاوضاع العامة بس راح ركز على الاوضاع العاطفية اكثر. اوكي، وراح اتحدث كذلك حتى عن العزة، راح نشوف شو بيخبئ لهم شهر جون. بالنسبة لهذه القراءة فهي تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية وخاصة في العلاقة العاطفية. أوكي، بالنسبة لبرج الجوزاء عم شوفك صراحة عندك كأنه أنت عم تحب من جديد، في علاقة حب جميلة، أنت عم تشعر بمشاعر جميلة تجاه إنسان، ممكن يكون هذا الإنسان من أبراج ترابية أو من أبراج نارية أو هوائية كذلك. أوكي، عم شوفك كتير سعيد بهذه العلاقة، عم شوفك في طاقة كتير حلوة. بالنسبة لهذا الشريك فأنا عم شوفه صراحة شخص ناجح جدا عمليا، وكذلك حتى ناجح بكل شيء. أوكي، ممكن هو يكون شخص تعرفت عليه منذ الطفولة، كنت تعرفه، كان جار لإلك، يعني في شيء من الماضي، ممكن درس معك بالطفولة. عم شوفه لهذا الإنسان كأنه طلب إيدك أو تكلم معك بما يتعلق بالزواج، لأنه عم يطلع لي الانجيجمنت وكمان الزواج. عم شوف في رغبة بالزواج من هذا الإنسان لإلك. أوكي، عم شوف يرغب بالزواج، وكذلك عم شوف عم شوفه لهذا الإنسان يحمل مشاعر منذ زمن اتجاهك. أوكي، بخبيها لحتى أفصح فيها لإلك. أوكي، كما قلت إنه هذا الوضع منذ زمن وهو عم يراجعه وعم يفكر فيه، يعني صار له مدة طويلة وهو عم يفكر فيك وعم يفكر بالعلاقة تبعك. أوكي، أو ممكن أنتوا صار لكم زمان وأنتوا مع بعض، ويعني صارت فكرة الزواج تراوده بالوقت الحالي. لن أنكر أن علاقتكم عم تمر من اختبارات، في كتير أشياء عم تخليكم تتزعلوا مع بعض، تتخاصموا، وخاصة أنت عندك مشاكل تتعلق بالعائلة وهو لا يفهم هذه الأمور. ممكن أنت شوي عندك ضغط من العائلة ما عم يخليك إنه تكون سعيد، وهو عم يزيد الطين بلة وعم يحكي لك أشياء عم تؤلمك أنت. أوكي، عم شوفكم شوي أنتو هلأ بالوقت الراهن متشاكرين مع بعض وفي مشاكل بيناتكم، بس عم شوفه مجاك مو أكثر. يعني مستقبل العلاقة عم شوفه مرهون بالأوضاع الحالية، لأنه ما عم شوفكم شوي ما عم تتحدثوا مع بعض ولا بتتكلموا مع بعض. العلاقة مركزة حاليا. أوكي، عم شوفك أنت مسكر أبواب الصلح، مكبر راسك، خلص ما بدك تحكي معه. هو كمان عم شوفه مكبر راسه ومسكر الأبواب، عم شوف في شجارات، عم شوف في خصامات بينك وبين هذا الإنسان، بس في حب كبير بيجمعكم، وعم شوف حتى مستقبل علاقة للمدى البعيد يقول إلى شيء من الخير والوفرة عم شوفها إنه حتى ممكن يكون في استقرار دائم بينك وبين هذا الإنسان. أوكي، مهما حاولتوا أن تتخاصموا في مشاكل، الطاقة تقول إلى أنه في شيء جيد سيحصل بالمستقبل مع هذا الإنسان. أوكي، بالنسبة للطاقات ممكن أنتوا عم تتعاملوا مع برج الأسد، برج العذراء، عم شوف كذلك أبراج هوائية
نارية وترابية بامتياز. اوكي، بالنسبة لهذه الأوراق عم نشوفها لأنه في زواج، اوكي، في وعد بالزواج من هذا الإنسان أو للبعض. إذا ما انطبقت هذه القصة أو ما انطبق هذه الحكاية تبع الزواج، فممكن أنتم تتعاملون مع شخص متزوج. أما لأنه يعني تقريبا أنه طلعت لي ورقتين على أنه هذا الإنسان هو زوجك، أوكي؟ عم شوف على انه في بيقول لك انه امن بالمستحيل، يعني اذا حتى لو هذه العلاقه مش بالوقت الراهن عم تحس ناجحه جدا، بس رح تكون يعني مستقبلها جيد. رح حاول انه تامن، حتى انه حتى لو العلاقه مستحيله اكيد رح يكون شيء ايجابي، لانه امن بكل شيء. كمان هون بيقول لك امن، لازمك إيمان، إيمان بالعلاقة، إيمان بالشريك، إيمان بالأشياء الحلوة دائما. حتى لو أنت حاليا ما عم تشوف أنه في بصيص أمل بالعلاقة، ممكن أنتم متجاكلين، في مشاكل، في كتير أشياء، بس مستقبل العلاقة جيد جدا. أما بالنسبة صراحة للعزاب، عم نشوفهم مسكرين كل الأبواب، أنه حدا يحكي معهم، أنه حدا يبدأ علاقة معهم. عم شوفهم مجروحين من الماضي، عم شوفهم خلص العلاقات مش ناجحة معهم، وخلص سكروا الباب نهائيا أمام العلاقات يعني العلاقة بيشوفوها عم تستنزفهم طاقيا، وكذلك عم تجيب لهم ألم داخلي. لهيك أنا عم شوفهم مسكرين أبواب العلاقات بصفة نهائية، عم شوفهم يهتمون لحالهم، لسعادتهم الخاصة أكثر، ما بيهتموا لشيء آخر. بالنسبة للطاقة العامة كما قلت، فأنا عم شوفكم، عم شوف في لمة بالبيت، في التقاء مع ناس، خاصة التقاء مع أفراد العائلة. عم شوف كذلك حتى أموال تأتيك من إرث، أو أموال تأتيك من الشريك إذا كنت أنت متزوج، أوكي؟ عم شوف كذلك على أنه ممكن يكون في سفر، عم شوف في سفر سريع سيأتي إليك بالشهر جون، خاصة البلدان اللي صار عندها شوي الأوضاع محلحلة أكثر. فأنا عم شوف في سفر، عم يطلع لي سفر، عم شوف في لقاء، عم شوف حتى في زواج عم يطلع لي لأصحاب برج الجوزاء. عم شوف الأوضاع ممكن يكون، عم شوف كذلك حتى في أوراق تبرم لبرج الجوزاء، في أكتيفيتي كتير، أشياء كتير لبرج الجوزاء بشهر جون. للبعض منكم كذلك عم شوف في أموال عالقة منذ زمن طويل رح ترجع، أوكي، في عودة هذه الأموال. ممكن حدا أقرضته مال رح يعود هذا المال إليك من جديد، أوكي؟ عم شوف على أنه أو ممكن كطاقات، عم شوف برج الدلو، عم شوف برج الحمل، برج الجوزاء، عم شوف أبراج هوائية، كذلك حتى عم شوف برج الثور، عم شوف أبراج ترابية هوائية ومائية. ممكن عم شوف على انه عم شوفك بالوقت الحالي طاقتك كتير زعلان، كتير منكسر، كأنه في شيء ضاع لك، كأنه في طاقة سلبية عم تعيشها يا صاحب هذه القراءة. عم شوفك مكتئب، بحالة نفسية صعبة. ممكن كذلك الفايف اوف بنتكلز بتعني الجفاف، الفقر العاطفي، الاحاسيس الجافة، يعني انت كل هذه الاحاسيس عم تشعرها بالوقت الحالي. عندك كتير نظرة سلبية حتى للحياة بالوقت الحالي، عم تشوف كتير من الامور سلبية بحياتك، وكأنه الشخص اللي كنت عم تحبه خانك او غدرك او راح عنك، يعني في كتير من الخسارات بهذه الطاقة. عم تشوف كذلك على انه حتى مشاعرك فيها نوع من الخسران، انت بتحس حالك خسرت العلاقة، خسرت ديمومة هذه العلاقة. ممكن الشخص الاخر اللي انت معه مبتعد عنك، ما بيحكي معك، يعني
مبتعد بنسبة كبيرة وحتى ما بيتكلم. أوكي، ممكن حتى أنا عم شوف هذا الإنسان بالوقت الحالي يعني سعيد جدا وكأنه ما عنده هذه المشاكل اللي عم تعيشها يا صاحب هذه القراءة. عم شوفه كتير سعيد، عم شوفه فرحان، عم يحقق أحلامه، عم يهدف لتحقيق أحلامه، ما عنده هذه الكآبة اللي عم تعيش فيها أبدا. أوكي، عم شوف كذلك حتى انه هو ممكن غاوي علاقات، بده يدخل بعلاقات جديدة، بده يكتشف الحياة، لهيك عم شوفه سعيد وعم يحقق احلامه، بس انت عم تحس بتعب نفسي كتير كبير. اوكي، هذا الانسان كذلك يعشق، اذا كان الرجل يعشق النساء او يعشق يعني النساء الجميلات الممتلئات الجسم. اوكي، شخص كتير يعني مادي، كتير أرضي. هذا الإنسان بحب الفلوس، بحب النجاح المادي، بحب النساء الجميلات، بحب كل شيء أرضي بحبه. وكمان شخص، إذا بدك تبحث عن شخص روحاني، شخص هيك حساس، ليس بهذا الشخص أبدا. أوكي، عم شوف حتى على أنه ممكن أنت تأمل يعني بالمستقبل أنه ترجعوا لبعض، أنه تحكوا مع بعض، أنه تصلحوا العلاقة مع بعض، بس ممكن الإنسان الآخر بالوقت الحالي ما أنه أبدا يعني يعني مش طارح الفكرة أصلا بدماغه. هذا الإنسان بفكر وبيعيش حياته، يعني هذا الإنسان ما بفكر بالماضي ولا بيرجع لثنايا الماضي، بل بالعكس بيعيش المستقبل ودائما طموح للمستقبل. ممكن أنت تتعامل مع برج الحمل لأنه عم شوف في كتير طاقة نارية. هذا الإنسان يعني ما بيعلق بمكان معين، ما بيعلق بطاقة معينة، بيقول انه هذا انتهى، هذا الانسان راح من حياتي، راح يعني راح اكتئب. ابدا، هذا الانسان لما بتنتهي علاقة او بينتهي اي شيء بيبدأ شيء جديد. ممكن كذلك عم شوف مشاكل بيناتكم طرأت لانه انتم كتير مختلفين عن بعض. ممكن تكونوا ديانتكم مختلفات، ممكن تكون انت من ديانة وهو من ديانة اخرى، ممكن كذلك حتى اللغة تختلف، ممكن الجنسية، ممكن حتى انه يكون هو اكبر منك او انت اصغر منه، يعني في اختلافات، في فروقات كتير كبيرة. ممكن يكون مش من نفس بلدك، يعني عم شوف اختلافات كتير كبيرة بيناتكم، ما عم تخلي اصلا العلاقة تكون راكزة. اوكي، عم شوف كذلك على انه كثرت في كثرة كلام، في كثير ناس كانوا يتدخلون بهذه العلاقة. عم شوف في قيل وقال، في ناس عم تتكلم، في ناس عم تتحدث بالظهر. ممكن انت كشخص علانياتك ممكن تحكي الأسرار اللي بالعلاقة والناس ما بتتدخل إلا بالشر. ممكن عم شوف على انه كذلك ممكن في ناس تدخلت وقالت أشياء مش صحيحة عنك أبدا لهذا الإنسان. ممكن ابتعد عن ساحتك وابتعد عن طريقك لأنه هو كان يقال عنك كلام مش مظبوط أو كلام سيء، لحق هو ابتعد. عم شوف كذلك على أنه شوفوا، أنا عم شوف على أنه هذا الإنسان بالرغم من كل هذه المشاعر التي يشعر بها أو عم يبينها لإلك أو ممكن يدخل بعلاقات، فهذا الإنسان كتير حزين على فراقك، على ابتعادك عنه. ممكن لا يظهر ذلك، ممكن هو مش عالق بمنطق معين، بس هذا الإنسان عنده افتقاد كتير كبير لعلاقتكم، يعني حزين جدا لابتعادكم عنه. كتير حزين لأنه عم شوف، لأنه هذه الورقة أشياء يخفيها عنك، ما عم يعبرها لإلك، وهو التعب النفسي. يعني هذا الإنسان كتير تعبان من دونك، تعبان ومتألم من داخل، بس ممكن لا يظهر ذلك أمامك. عم شوف عنده نوايا إنه يرجع العلاقة، وعنده نوايا انه تكونوا مع بعض، بس ممكن عنده شخصية، الشخصية اللي هي متكبرة، الشخصية اللي ما عم تسمح لحالها انه تطلب السماح من احد. اوكي، لانه عم شوفه شخص ممكن عنده يعني عنده انا كتير عليا. اوكي، عم يشوف حاله كتير كبير بهذا
بالعلاقة، يعني صعب انه بالنسبة له يطلب السماح من شخص معين. بس انت شخص حساس جدا، هذا الانسان مش حساس ما انت. عم شوفه كذلك يشعر بألم ويفتقدك أصحاب هذه القراءة. ممكن بالنسبة له ممكن يفكر أنه يصلح العلاقة، أنه يرجع الاستقرار الذي فقدتموه بالعلاقة. ممكن العلاقة صار لها مدة وأنتم مع بعض، لهيك عم شوف في تعب نفسي. بس عم شوف في خطوة للإصلاح، في خطوة لإرجاع الاستقرار بيناتكم. عم شوف حتى للبعض ممكن يكون في زواج، يكون في خطوبة، يكون في عقد قران، يعني للمستقبل البعيد. العلاقة كتير رح تتطور للأحسن بالمستقبل البعيد، بس بالوقت الحالي عم شوفها كتير عالقة بتفاصيل سيئة، وعم شوف في تعب نفسي كتير كبير بالنسبة لإلك وبالنسبة لإله، بس هو يخفي ذلك، ما عم يظهره للملأ. عم شوف كذلك على أنه في ورقة بتحكي على أنه منك لوحدك، أنت منك لحالك. حتى لو حسيت حالك أنك وحيد، لأنه عم تطلع لي بطاقة الإنسان لوحده اللي بحس حاله منه معه أحد، أوكي؟ بس منك يعني وحيد. بقول لك إنه هيدي هذه الطاقة اللي عم تشعر فيها بالوقت الحالي لازم تشعر فيها. ليش بقى؟ عشان تتراجع لورا، ترتاح شوي نفسيا، بعدين تبدأ العلاقة، أو تبدأ حتى لو رجعتوا لبعض تبدأ العلاقة من جديد بنفس جديد. تحاول إنه تشوف الأشياء اللي كان عندك مشاكل فيها بالعلاقة وتصلحها، ما ترجع هذه المشاكل تظهر من جديد. كأنه هذه الفترة هي فترة نقاهة بالنسبة لإلك، فترة استجمام، فترة للاستراحة واسترجاع النفسية، أوكي؟ منا وقت للإحساس المؤلم، أوكي؟ عم شوف كذلك على أنه هون بيقول لك أنه لازم تنظف محيطك، أوكي؟ سواء نفسيتك سواء حتى طاقتك. حاول انه تغيرها، انه تغير النفسية، انه تشم هواء، انه تغير كل شيء سلبي حواليك، كل شيء عم تحسه سلبي. حاول تغير هذه الطاقة، حاول تشيل هذه الطاقة وتفكر بشكل إيجابي بالحياة، لأنه كل ما فكرت بشكل إيجابي كل ما الحياة أقدمت عليك بالإيجابيات. عم شوف في كتير طاقة سلبية، بس حاولوا انه تشيلوا هذه الطاقة، لانه كل شيء ينتظركم حلو، اوكي؟ عم شوف في رجعة، في اصلاح للامور. بس حاول انه يعني تتفهم هذه الطاقة تبع الشريك. ممكن الانسان حتى لو كان من ابراج اخرى، فانا عم حسه شخص، يعني شخص مندفع، شخص قيادي، شخصية كتير قوية، منا من الشخصيات السهلة أو اللي عم تتنازل بسرعة. عم شوفها شخصية قوية جدا، لهيك كل الشخصيات القوية بيكون صعب التعامل معها. حاول إنه تفهم هذا الإنسان، طريقة كلامه، طريقة عيشه. حاول كذلك إذا كان في حواليك ناس سلبيين، في ناس عم تشوفك عم تتدخل بالسوء، حاول تشيلهم عن حياتك. إذا كان في أصدقاء سيئين عم يحكوا عنك كلام يعني مش صحيح أبدا، حاول تشيل هذه الفئة. لهيك عم يقول لك إنه لازم يعني تنظف محيطك، تنظف حتى داخلك من هذه الطاقة السلبية. حاول تنظف أي شيء يظهر لك مش لائق بحياتك، حاول تشيله وتجدد الطاقة، لأنه لازم تجددها، لأنه هذه طاقة سلبية جدا. في كتير ناس عم تتدخل بالسوء لتعكير صفو حياتك.